مش عن قطاع غزة، الكلام النهاردة بقى الكلام عن المنطقة كلها، المنطقة العربية كلها. اتفضل يا فندم. طبعا بالتأكيد يعني اللي بيحصل النهارده في المنطقة هو حالة من حالات عدم الاستقرار، والمنطقة كلها أصبحت على حافة الهوية، ومن الممكن أن تلتهب المنطقة بكاملها في يعني أمام هذه التصرفات الإسرائيلية العشوائية والتي لا تندرج تحت أي معايير ولا أي قوانين ولا أي سلوكيات حكيمة. مصر دائما يعني تتميز بالحكمة في المنطقة، وهي القوة الصلبة في منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية، ودائما تحمل الهم الفلسطيني والهم اللبناني وهم كل المنطقة العربية، الحقيقة الهم العربي كله الحقيقة، لأن طبعا بالتأكيد الأمن والاستقرار في المنطقة مرتبط برضو بأمننا واستقرارنا. ترى حضرتك النهاردة طبعا ما يعني ما يجري في المنطقة وتأثيره على الأوضاع في مصر، تأثير على قناة السويس، حالة الاستنفار الموجودة في المنطقة، وبالتالي حالة الاستنفار اللي موجودة في كل دول المنطقة النهاردة كلها طبعا بتدفع إلى حالة من حالات عدم الاستقرار. ربما النهاردة بنقول الله يرحمه الشهيد يحيى السنوار، وهو يعني النهاردة بيكذب الرواية الإسرائيلية انه يعني مختبئ تحت في الانفاق وانه يحتمي بالاسرى الاسرائيليين. لا، ان يحيى السنوار النهارده بيستشهد وهو يحمل سلاحه بين جنوده وبين رفقائه ويلبس البدله العسكريه، وبالتالي هو لم يتوارى ولم يختفي، ومات موتة رجل عظيم شهيد محترم يدافع عن وطنه وعن ارضه وعن عرضه، وليس كما كان يدعي الاسرائيليين بانه جبان ويحتمي تحت تحديد القيادات يا فندم، سواء بدايه من مما حدث في لبنان مع حزب الله وقيادات حزب الله، ثم الان نجد تصفيه القيادات ايضا، يطال القيادات الحمسويه في قطاع غزه. مهما عملت اسرائيل لم تستطيع ابدا 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 ان تطفئ جزوه المقاومه في المنطقه ضد وجودها وضد استيلائها على الأراضي العربية. العالم العربي والإسلامي قدم مبادرة للسلام، الأرض مقابل السلام مع إسرائيل، لكن الإسرائيليين مصرين على التهام مزيد من الأراضي وطرد أبنائها وطرد وتجويعهم ودفعهم إلى مثل هذه الأمور، وهناك حرب المقاومة. حرب إبادة جماعية يعني. بالضبط، ستستمر المقاومة أيا كان يحيى السنوار غيره من القادة أو غيره. طيب. من المجاهدين ستستمر المقاومة، لأن ما تفعله إسرائيل يخرج مزيد من المقاومين ضدها، والتاريخ يثبت أو يؤكد ذلك طول الوقت. دكتور عدلي، إسرائيل أن تتحلى بإرادة سياسية كما أشار. هو هنا بقى كان سؤالي السيد وزير الخارجية، لأن تدخل في سلام مع المنطقة وتعيش في سلام ويعيش جيرانها في سلام، وتتجه المنطقة إلى التنمية وإلى رفع مستوى معيشة أبنائها وإلى الأمن والاستقرار. لن يتراجع نتنياهو عما بدأوا، ولكن هنا السيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي يتحدث عن إيجاد إرادة سياسية لدى إسرائيل. ليه بقى؟ لنشر الجيش الوطني اللبناني في الجنوب اللبناني. إذن نتحدث الآن عن إن الجيش اللبناني ممكن يكون في الجنوب. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إن قبل قيام دولة إسرائيل الصهيونية كانت بتدفع البريطانيين إنهم يلتهموا منطقة من لبنان توصلهم إلى الليطاني للحصول على المياه. فسعي إسرائيل دائم لأنهم يلتهموا جزء من لبنان والتوسع في الأراضي المجاورة ليهم من لبنان أو من غير لبنان هو سعي دؤوب ودائم، وهي عقلية يعني عقلية صهيونية تسعى دائما الى الاضرار بالاخرين والى التهام اراضيهم وتجويعهم ودفعهم الى مقاومتهم ودفعهم الى الحاله التي تراها الان في المنطقه. اشكرك جدا الاستاذ الدكتور عدلي سعداوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. لبنان بيتقدم بشكوى ضد اسرائيل لمجلس الامن. وزاره